السلام عليكم، ان شاء الله نتمنى تكون كل شيء بالف خير. نتمنى سنه 2020 تدخل عليكم الفرح والهناء والسرور. نتمنى لكم سنه سعيده مليئه بالافراح وبالنجاحات، وان شاء الله بالتقدم والازدهار لكم والوليدات ديالكم والافراد الاسره ديالكم ان شاء الله. نتمنى ايضا سنه سعيده مليئه بالعطاءات، مليئه بالنجاحات، مليئه بكل ما هو جميل ان شاء الله. بالنسبه للتخطه ديال اليوم، تخطه جميله جدا سهله، ما فيهاش مكونات كثيره، ما فيهاش دقيق، ما فيهاش تقريبا البيض، فيها فقط كتكون فقط بالبسكوي اللي كنحتاجوا لثمانية علب ديال هذا البسكوي. هذا عندكم الاختيار بالنسبه لا مارك ديال البسكوي. عندنا 300 غرام ديال بودره ديال الكريم شانتي، نخلطوها مع كاس كبير ديال الماء بارد، نخليو هادي. عندنا الشوكولا 200 غرام ديال الشوكولا اللي غنديروها في حمام مريم. عندنا ايضا 200 غرام ديال الجوز للتزيين. عندنا ايضا الفواكه المصبرات ايضا للتزيين، عندكم الاختيار. عندنا فانيلا معلقه صغيره. عندنا 250 غرام ديال الزبده بيضه كامله. عندنا ايضا 150 غرام ديال السكر غلاس ومعلقه كبيره اللي غنضيفو مع ديال الفانيلا. عندنا القهوه ماشي سريعه الذوبان، بل القهوه العاديه اللي غنطيبوها من بعد. غنشوفوا كيفاش نحضروا هذا الشيء كامل. في الاول تربت داك الكريم شونتي مع الماء بارد، كاس الماء بارد كبير، غادي نديروها في الثلاجه في البراد. ومن بعدها كنحضروا الكريم ديال الزبده، كنحتاجوا لها 250 غرام ديال الزبده وجوج ديال ساشي ديال نسكافيه قهوه سريعه الذوبان والسكر غلاس والفانيليا. وغنخلطوا هذا الشيء كامل والبيض، نخلطوا هذا الشيء كامل، نطربوه الطراب الكهربائي باش نحصلوا على كريم ديال الزبده. اذا غنخلطوا هذيك القهوه سريعه الذوبان جوج معالق كبار، وايضا بيضه، وايضا 150 غرام ديال السكر غلاس ومعلقه كبيره ديال الفانيليا. نخلطوا هادشي مزيان حتى نحصلوا واحد لاكريم ديال الزبده ونخليوها على جنب. من بعد نديروا الشوكولا في الحمام مريم، ندوبوها مزيان في حمام مريم الشوكولا. وايضا نطيبوا الماء باش نديروا فيه داك القهوه. هاد المواد كامل غنكونوا بهم هذيك لا طاخت ديالنا، نطيبوا القهوه ديالنا. القهوه على حسب الافراد الاسره ولا على حسب الذوق ديالكم. انا جبت هنا الفنجان الكبير ما عامرش، اذا نطيبها كتلقى واحد رائحه طيبه ورائحه زوينه بزاف. نتمنى القهوه تكون جوده مزيانه باش تجيكم الطخطه بنينه. اذا نطيبوا القهوه مزيان، نخليوها على جنب باش تشوفوا المراحل ديال المونتاج ديال التخطه ديالنا. اذا ملي كنحضروا هذا الشيء كامل، كنجيبوا داك البسكوي وكن نديروا وحده وحده في القهوه، ونبداو نستفوا في هذا البيت اللي كوننا، هذا البيت اللي صنعناه بالاوراق على شكل مستطيل، وفرشنا هذيك الورق ديال المذهب ديال الطرطات، ودرنا واحد بحال بيت. غادي نبقاو نديرو البسكوي حبه بحبه، نغمسوهم في القهوه ونستفوهم تما حتى نكملو داك الجوانب كامله. ومن بعد غادي نجيبو ديك لاكريم اللي حطنا ديال الزبده، وغادي نايطاليوها، نديرو واحد الطبقه سميكه فوق البسكوي كامل. وهاد المرحله خاصها شويه ديال الاتقان وشويه ديال الصبر. اذا نبقاو نايطاليوها كامل على البسكوي هذا. صدقوني هاد التخطه كتجي زوينه بزاف، كنوضعوها في الثلاجه ونتناولوها، كتجي بنينه وكتجي رائعه. اذا نستمروا في هاد العمليه، نديروا هاد الكريم ديال الزبده ومن نكملوا هذه المرحله نعاودوا نديروا واحد الطبقه اخرى ايضا بالبسكوي في القهوه.
ومن نكملوها نديرو لا كريم شانتي اللي كنا خدمناها في الاول، ونديرو ايضا طبقه على البسكوي كامل لا كريم شانتي. ومن بعد نديرو واحد طبقة أخرى ديال البسكوي، ونجيبو هديك الشوكولا ديال حمام مريم وأيضا نديروها فوق هداك البسكوي. إذا كنكونو طبقات كل طبقة فيها كوش مختلفة، ومن بعد كنديرو داك الجوز نهرمشوه نديرو فوق الشوكولا الجوز. تقدرو ديرو اللوز، تقدرو ديرو الفول السوداني، تقدرو ديرو البيستاش، وايضا نديرو فوقه طبقه اخرى ديال البسكوي، ونديرو لا كريم شانتي كامله اللي بقات لنا نديروها فوق هاد الطبقه الاخيره. نحاولوا نعملوها في جميع الجوانب ديال التورته. من بعد نحيدو داك الاوراق اللي درنا في الجوانب، ونديرو كريم شانتي في جميع الجوانب ديال هاد لا تارت هادي بحال هاد الشكل هذا. كنطاليوها في جميع الجوانب، نحاولو نديرو تكون عندنا واحد سباتول نصبو بها لا تارت ديالنا لا كريم. كنسبق هاد المرحله كل واحد شنو كيفاش كيبغي يديرها، كيديرها بسباتول، يديرها بملعقه، ولا يديرها بحال هاد الشكل هذا. نحاولوا نغطيو جميع الجوانب على شكل مستطيل. نحطقوها في الاخير، نحطقوها مزيان جوانب كامله، نحاول نحطقو كل شيء. ومن بعد كنجيبو هذيك الفاكهه المصبره على شكل توت، على شكل حلوى، وكنبداو نديرو الالوان. بالنسبه للتزيين عندكم اختيار طبعا. احنا انا جبت هذه الحلوى هذه بالالوان، ان شاء الله نتمنى حياتكم كلها تكون الوان، تكون مبهجه، تكون جميله، تكون جميلة إن شاء الله، مليئة بالهناء والسعادة. إذا نخليكم مع لا ديكوراسيون ديال هاد التورتة، ونتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله، وإلى اللقاء بحول الله.